في الروتور وصلت اخويا لغرناطه، ما بين غرناطه ومورسيا ضربت عليا شي 11 الليل، مع ما لقيتش الاوتيل بغيت غادي كنقلب حتى نشوف شي اوتيل. وصلت مع ديك 11 الليل ما بين غرناطه ومورسيا، غادي بوحدي في الطريق. مره كنضوب شي وحده من فرنسا اسبانيا، مره كنضوب الطوموبيلات. واحد اللحظه ما عرفتش اخويا عثمان، مره كنرمي عيني في الجياجه ما يسيب لي حتى حد. ما عرفتش اخويا واحد الطوموبيل اللي خرج ليا طوموبيل قديمه، صور اخويا عثمان وصلت الطوموبيل حتى قربت لواحد واحد واحد الصليده واحد الخرجه ودوبلاتني ودار واحد الكسيراتور كسيره واحد الكسيراتور الموطور بغا يخرج من بلاصتو كسيره واحد الكسيراتور المره ديالي قفزت ولاد ديالي قفزوا قدامي ميم با واحد ما كاينش اخويا عثمان بيناتنا واحد 4 متر 5 متر ودار قدامي اخويا عثمان وخرج في الصليده. يعني كان عقل بي انا ولادي كل ما ربي ولطف الله درت واحد الفران فرنت واحد شويه بركت على الفران فرنت عليه واحد شويه كان عقل بي انا ولادي وحق الله العظيم اخويا عثمان زعما ما بغاش فهمت انا في البلاصه ما بغيت نقول لولادي والو انا في البلاصه فهمتها بالله راه بغاو يقلبونا ويدوا الفلوس شنو يسرقوا بغا يقلبونا في ديك الساعات. انا ما قلت للمراه ديالي ربما هذا هو قيل سكران ولا هادي، ولكن انا في البلاصه فهمتوا بالله راه بغا يقلبنا لولا لطف الله تمشيت انا والوليدات. انا عرفتهم اخي عثمان عرفتهم ماشي كان سكران ولا هذه عمليه سرقه. لحقاش طريقه باش صاق الطريقه باش خرج بلاصه ليده ماشي ديال واحد اللي متمرن في السياقه. يعني واحد كيسوق مزيان، على الزوجه ديالي قالت لي عندك 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 عندك، وانا اجاب الله ربي يرضى الوالدين، ولكن شي صدقه وقفت معايا فرانيت عليه بسميتو فرانيت واحد شويه اجاب الله. ديك الفران اللي فرانيت هو اللي خدم عليا، ما كانت الطوموبيل ديالي كتمشي كتقلب كنعيطو فيا، ولكن راه السرعه راه ان فوا خويا عثمان واحد الانسان بغا يضوبلك من اللور مثلا بغا يضوبلك تيخليك حتى كتفوت وكيخرج الصليده ديالو، ماشي كيجي حتى لقدامك نتايا وتيضوبل. هو جا حتى لقدامي وكسيره وعطى الجهد كامل اللي في الموتور مع الطوموبيل القديمه كانت عنده طوموبيل زرقاء، طوموبيل القديمه باينه فيها داك الوسخ ديال القدوميه، طوموبيل القديمه داك الموتور فاش كسير على الموتور بحال الموتور بغا يخرج من بلاصتو. يعني محاولة قتل أخي العزيز وحق الله العظيم، محاولة سرقة ومحاولة قتل في نفس الوقت. كنت مشيت أنا وليداتي قسما بالله وخليتها هكا، قلت للمرأة ربما يكون سكران باش نخلعها وخليتها هكا حتى هي ما عندهاش تجربة. أول مرة كتطلع كتشط طريق المغرب، أول مرة كتشط طريق إسبانيا ما عارفة والو، خليتها هكا وصافي. ما هي ما استغلوا الفرصة، 11 الليل الدنيا خاوية أسات، أنا ندمت اللي دزت في أسات وكنت كندوز بالنهار. حنا خرجنا في خوزيرات مع الساد العشيه، شديت الطريق قلت انا نستغل الفرصه، ما لقيتش شي اوطيل في الطريق، قلت انا نقرب لغرناطة ولا هادي مربى لي شي اوطيل، هو يبان لي اوطيل عاد شديته. وقبل الاوطيل اخويا بشي ساعات المكانه والله اخويا كان يقتلنا بالله، ما بغاش تسرد لي راه حتى البارح والله ما بغا يجيني الناس. تنفكر في داك الشيء كنوقع ليا، داك الشيء عندي البنيه عندها 5 سنين ونص اللور، وعندي الوليد حتى هو الله عنده 12 عام، وانا والمراه وعاب وحدنا في ذاك اسات. انت كتعرف فاش كتخرج من الخوزيرات كل واحد كاين اللي كيشد طريق مدريد، كاين اللي كيشد طريق برشلونه، كل واحد كاين اللي كيشد ابيسيتي، كاين اللي كيشد اسيتي. انا تبعت جي بي اس دان على اسيتي، بقيت غادي اسيتي، كانت عامره الطريق. ولكن اللحظه اللي جاو لينا يعني مقنصين علينا، يعني واش كانوا تابعنا واش هادي الله اعلم. انا خويا عثمان صيفط لك هذا الميساج، كنشوفك حتى انا كنتبع الفيديوهات ديالك، كنشوفك كتوصي الناس في السفر للمغرب ومن المغرب لاسبانيا، كتحذر الناس داكشي علاش بغيت نشارك معك هاد محاولة السرقه ومحاوله قتل العمد. هاد المحاوله هذه بغيت نشاركها معك باش انت عاود تشاركها مع الناس وتوصي الناس اللي باقي ما طلعوش من المغرب. راه هاد اليومين هادي راه كتعرف شحال الناس باقيين كيطلعوا من المغرب، ردوا البال مزيان في اسات. وانا كنشوف الناس مساكن كينعسوا سميتو تيخليو طوموبيلات محلول. بونجور.
وهاد القصه ديالي بغيت تسردها للناس باش يستافدوا. انا ما عندي حتى مشكل تسردها باش الناس يستافدوا ويردوا البال، حيت انا كنشوف الناس بزاف مساكن باقي النيه، ناس بزاف في الطريق باقي النيه ما عارفينش بحق هاد الشيء هذا. حنا كندخل اليوتيوب كنشوفوا العجب العجب، الناس كتسرق بطريقه سهله كيتسرقوا الناس. وتستمر معاناة الجالية المغربية في الطرقات الإسبانية. كنا كنظنوا على أن السرقة فقط كتكون يعني في الذهاب إلى المغرب، في السفر إلى المغرب، يعني عارفين باللي المغاربة يعني عندهم الفلوس هابطين يدوزوا العطلة الصيفية. فإذا به يعني كيتواصلوا معنا العشرات ديال الإخوان ديالنا المغاربة اللي شادين الطريق سواء إسبانيا سواء فرنسا بلجيكا، يعني الدول الأوروبية. آخرهم هاد السيد اللي البارح يعني في جميع الفيديوهات كيكتب لي تعليق كيقول لي أخي عثمان عصابة حاولت تقلب بي السيارة أنا وجوج ديال وليداتي لولا رضاة الوالدين ونجينا بأعجوبة. أنا ما نطولش عليكم بزاف الخوت، أنا خليكم مع أوديوهات ديال هاد السيد اللي كنتمنى البارتاج ديالها على أوسع نطاق. الناس مساكن راه غافلين نية حسب يعني ما كيعاود هاد السيد مجموعة من الأوديوهات اللي كيعاودنا التجربة ديالو وكيطلب مني على أنني نشارك يعني مع خوتنا المغاربة باش يردوا البال. كاين السرقة وما عرفناش الصراحة علاش، يعني حتى الصحف الإسبانية كتقول باللي الأومينتو ديال الروبوس إلا كاريتيراس إسبانيولات، يعني دائما بواحد النسبة كبيرة كتزاد السرقة. وكما قلت لكم كنتفاجئوا على أن السرقة حتى في العودة، لان صراحه كنلاحظوا وهذا احساس ديالنا حنا كمغاربه كنحسوا بلي ما كاينش الامن في الطرقات الاسبانيه. وشي بعض المرات كان كيخاروا بزاف، كنتشكاو من كثره البراجات ديال الجدرميه ديال البوليس في الطريق. انا كنظن بلي هذا الشيء عنده السلبيات ديالو لانه كيكون الاكتظاظ، ولكن كتحس بلي البلاد يعني مامنه الحمد لله مؤخرا. وهذا احساس ديالنا كنا يعني كنحسوا بلي الامن في المغرب يعني او الطرقات المغربيه اصبحت يعني امنه اكثر من الاسبانيه، لانه يعني لا يعقل يعني حتى التقارير الاخيره كتقول باللي فقط في سنه واحده كاين اكثر من 3000 سرقه، 3000 سمعوا الرقم 3000 سرقه في الطرقات الاسبانيه. هذا الشيء راه جد خطير ويجب التدخل. وما عرفت انا هاد ارياز دي سيرفيسيو علاش ما مامنينش مزيان، علاش ما كاينش الكاميرات، لان ملي كتمشي كتدخل عندهم كيقول لك وهذا الشيء كنعيشوه يوميا. اذا عارفين بلي يوميا كاين السرقات ولكن هذا الشيء يعني في زياده. المهم باش ما نطولش عليكم بزاف الخوت، كنترجاكم على ان البارتاج يكون على اوسع نطاق. راه واحد السيده كذلك مسكينه راه الدوله القرابه ديال يعني مبلغ كبير ما غاديش نذكره ديال الذهب. واخي عثمان الدليل شوف انه كان عندهم ديتكتور، لان يعني كانوا جوج السكان صاحبي، هذاك اللي قدام الباب فيه غير كوصاص الماكله وداكشي، واللي ماشي هذا الباب كانت زاطمه عليه برجله، واش فهمتي؟ اذا هاد الناس حلوا الباب لان كانت محلوله كانت مشقه، حلوها شي شويه وداروا بلا ما يدير الصوت، ما كيديرش ديك تيتيتيتيت، كيكون سيلينسيوس كيعطيك فين هو، لان لا يعقل اصاحبي علاش ما داوش الساك اللي قريب لهم، داو الساك الاخر اللي فيه، لا عندهم اخي الناس اصاحبي بروفيسيوناليز اخي عثمان، اصحاب الناس كتلعب ولا علاش خطروا ديك الطوموبيله بوحده من بين العشرات كانوا قدام بعضياتهم؟ لا كاينه شي لعيبه كيديروها والله، تقول لي شي ديريكتامينتي نزل عليهم الوحي مثلا يعرفوا بان داك الساك هو اللي فيه الذهب، متاكد مليون في المية، حتى الناس تما اكدوا هذوك اللي سرقوا قالوا لهم هادو راه حتى معروف هذيك الزونه هذيك ديال كاستيون فالنسيا معروفه، فهمتيني؟ اكدوا لهم بان الناس بروفيسيوناليز وعندهم، وعاد ملي دخل عند هذاك المسؤولين على ديك البحر الاستراحه قال لهم هادشي هذا راه دائما كيوقع لنا، فين هي الحمايه؟ عندكم مشروع قد الساك ما توفروا له شي حمايه مثلا؟ وحانوت بسيط عنده الكاميرات عنده كل شيء لا سيكوريزات فهمتي؟ لا والو هادشي هذا اعاده النظر فيها خاي، والجاليه خاصها تتحرك فهمتي؟ توصل الصوت ديالها، هذا هو الميساج ديالي خاي عثمان. وهذه راه من العائله ديال واحد الصديق حتى هو راه عمل فيديو وراه خلى لي اوديو حتى هو غادي نخليكم، بالي صاحب قناه رحموني تي في راه عمل فيديو لان هذه السيده اللي تسرقات من العائله ديالها مشى لها الذهب كامل، يعني في غفله يعني الناس دابا هاد كاين اللي يقول لي واي شبرو راه ما كتلقاش حتى الاوتيلات الناس ما عارفينش. المهم انا ما نطولش عليكم بزاف الخوت، سمعوا الفيديو سمعوا الاوديوهات كاملين شوفوا شنو وقع لهذا السيد، راه نجا باعجوبه. السيد جا وبسرعه ديال 120 كيلومتر في الساعه وجا قدامه وفرانا، يعني فرانا باش داك السيد يفراني باش لان خصو داك الطوموبيل تقلب ولا ما مسوقش هو يموتوا داك الناس، المهم هما خصهم يسرقوا صافي.
والاخ طارق كيقول باللي ما ربما هاد الناس ما نعرف ما عرفتش واش كتشاطروا الراي ولا لا، كيقول لك اودي راه عندهم داك اللي كيديتيكتيو الذهب الميتال، ما نعرف واش وصلوا يعني حتى لهاد الدرجه هاد الناس. خاطر باش نطولش عليكم بزاف، سمعوا الاوديوهات كاملين، كنتمنى البارطاج على اوسع نطاق. لابد الخط لان الناس هذه الساعه اللي كيرجعوا بالي هما عارفين الساعه اللي كنرجعوا فيها حنا، فهما موجدين علي هاد الناس اللي صراحه وحوش بشريه في الطرقات الاسبانيه ولا احد يحركه ساكنا دابا في الذهاب والاياب. خليكم الخوت مع الاوديوهات الكامله، بارطاج على اوسع نطاق ونمشيو نسمعوا. زعما لطف الله سبحانه وتعالى طريقه زعما باش ما مشاش قدام ديال الطوموبيل، الطوموبيل كانت شويه لطف الله سبحانه وتعالى، ما كنا كان الطوموبيل مشات كنا نتقلبوا بحال داك اسيتي كيعطوك داك 120 110 115 ما كتقدرش تفوت 120، يعني عاد ديك السرعه ديال 120 اللي غادي بها نتايا وتضرب واحد الفران ولا يدخل فيك بديك الطريقه هذيك كنا نتقلبوا كاملين. والجوليدات اخويا عثمان الجوليدات والمراه فهمتيني، وكان خديت واحد القرار ان شاء الله باذن الله ما عمري نبقى نمشي الطريق، نبقى نشد السات كما كنت كندير دائما، كندير برشلونه طنجه في غراندي نابي بيلوتشي كنت كنمشي فيه، وهاد المره ان شاء الله نبقى نقطع السات، نبقى نقطع السات اخويا ما نبقاش نضرب الطريق. علاش كثرات راه شي مؤخرا السلطات الاسبانيه هضروا على الروبوس لا كاراتيراس 3500 حاله سارقه 2024، واصدقاء ديالي كانوا معايا فاش كنت انا باقا عايش في برشلونه، اصدقاء ديالي هرسوا عليهم الشجاجه ودوا لهم هادو اللي كيديو السلعه كيديو 2000 اورو كل واحد شحال كيديو لي فهمتي، وصلنا غادا المغرب نتسالاو تنوليو في المشاكل، نكون غادا ندوزو باكاسيوني صدقوا غادا نقاتل الوليدات وقاتل راسنا، ما بقاش الامل في الطريق ديال اسبانيا، ما فيهاش الامل، ما كاينش الامل اخويا. زعما مقارنه اسبانيا مع فرنسا بالنسبه للطرقان فرنسا بعيده عليها بزاف، كلشي موفر باحث السراحه، كلشي موفر، كلشي مضوي، كلشي. اسبانيا كتدخل باحث السراحه كتلقاها اما في شي بويبلو خارجه برا ولا كتلقاها كلها مظلمه، فرنسا لا، فرنسا كتلقى موفر كلشي، كلشي مضوي، موفر لك في بلاصه تريح، فين تريح موفر لك كلشي، موفر اي حاجه. دابا اسبانيا لا، باقا اسبانيا باقا معطلين في شي بحث السلاح في الطرق، لا فرنسا تبارك الله مجهده، عندهم كلشي موفر وكاين الامان، كتسافر مرتاح ما تخافش. انا دزت خرجت واحد بحث السلاح في فرنسا حدا كتفوت واحد لاجون كي راه بواحد 150 كرم تقريبا، المغاربه كلهم ساكن حل الشراج ديال الطوموبيلات والناس الوليدات وكلشي نعاس في امان الله، ما كاين لا مشكل لا والو. اسبانيا اللي ولات فيها المشاكل اخويا اسبانيا. والله لا اخويا عثمان اسمح لي كثرت عليك الاوديوات، والله لا حاله الرعب باقا عايشها دابا الان، كنتصور تنقول كنت قلبت بيا طوموبيل انا والوليدات ونبقاو ملاوحين، شكون اللي عاتقك شكون اللي عايجو هما ينهبوك يديروا ما بغاو، انت شوف شنو واقع عليك انت وليداتك، وعندي البنيه صغيره عندها 5 سنين ونص، الوليد عنده 12 عام، اللور تقلب بينا طوموبيل، شكون اللي يرحمك شكون اللي عاتقك اخويا عثمان، راه الرعب باقي عايش معايا دابا قسما بالله باقي عايش معايا الرعب، ما كنتش كنتصور هذاك الشيء غيوقع ليا، ما كنتش حاب هكاك. المشكله واخا تشد ابيسيتي ولا تشد اسيتي لو ميزمو كيما تيقولوا نفس الشيء، بجوج بهم خطر، بجوج بهم فيهم المشاكل، هذا خاص السلطات الاسبانيه دير واحد المجهود كبير لهادشي، هذا الشيء راه بزاف راه معاناه اصاحبي، راه شحال من واحد تسرق مسكين، شحال من واحد مؤخرا هاد السنه هادي شحال من واحد تسرق، راه بزاف الناس، عديد الناس راه باقيين هي، راه ماشي كلشي اخي عثمان كلشي واعي، واخا الناس تيديروا فيديوهات باش يوعيوا الناس، كاين مسكين اللي ما عارفش، كاين اللي ما عارفش اللي ما عارفش شنو كيوقع في الطرقات الاسبانيه، راه ما كيجي مسكين انيتو يحل الباب عادي ومع الوليدات كيبقى يلاهيهم الوليدات، مسكين الانسان ما تيعرفش ما كيردش الباب مزيان وهما راه حساسين عليك، ولاو كيديروا طريقه اخرى عاود كله كيتقبل الرويضه ديال الطوموبيل، هاي طريقه اخرى عاود تيديروها فهمتي. مشكله الله يدير تاول خير الحمد لله، ما خرجت الطريفه والله العظيم، راه فاش كنبقى نتفكر الحمد لله تيبورش عليا اخويا عثمان قسما بالله،
ولا خويا بغيتك تحط فيديو دير فيديو ان شاء الله، هذا كنطلب منك واحد الطلب، حطنا واحد فيديو باش الناس يعرفوا شنو كاين ويعاون الناس ويعرفوا بلي راه مشاكل كثيره كتوقع الناس الجاليه، باش يردوا بالهم. حتى كيهضروا بالله ما كاينش السرقه بالعنف، ولكن راه كاين وحدين اخرى راه يقتلوك. صاروا في راسكم، نهايه اسبوع موفقه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.